أحسن الله إليكم. أم عبد الرحمن وجه تقول في سؤالها الأول: ما كفارة الحلف وإذا كان إطعام مسكين، فكم تقديره بالكيلوات؟ كفارة الحلف كما ذكر الله سبحانه وتعالى 4 خصال: 3 مخيرة والرابعة مرتبة. 3 المخيرة: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، مخير بين هذه الأمور 3. فإن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام، فال3 الأيام لا تجزي إلا بعد عدم المقدرة على الإطعام أو الكسوة أو المحتفل. وتقدير الطعام ما يعطى كل مسكين 1.5 كيلو من الطعام، نصف صاع يعني 1.5 كيلو من الطعام، فيكون نصيب 10 15 كيلو، يقسمها على 10 أشخاص لكل واحد منهم 1.5 كيلو.